قال رحمه الله: فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. اللؤم صفة ذميمة جدا، والناس يدركون شناعة هذه الصفة عندما تمتد يد إحسان من أحدهم إلى شخص فيجازيه على هذا الإحسان بماذا؟ بإساءة، فيرى هذه الصفة التي غاية في الخساسة يقابل من أحسن إليه بالإساءة، فهذا لؤم جبل الناس على النفرة منه والكراهة لمن كانت هذه صفته. ويجب أن يعلم في هذا المقام أن ألأم اللؤم يعني أشد اللؤم وأنكاه تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه سبحانه وتعالى، هذا أشد اللؤم، أن يكون منه سبحانه وتعالى لعبده كل هذه النعم والمنن والعطايا ثم قلبه ينصرف إلى حب غير ربه. أي لؤم أشد من هذا؟ أي لؤم أشد من هذا؟ ولهذا بعض الناس في الحقوق الدنيوية قد يقول لصاحبه: أنت لئيم، وما درى أن اللؤم صفته هو في حق ربه سبحانه وتعالى وحق مولاه جل وعلا، ويكون واقع في حق مولاه في ألأم اللؤم، وهو ينتقد اللؤم الذي يكون من بعض الأفراد في حقوق الناس بعضهم مع بعض، وفاته أن أعظم ما ينبغي تجنب اللؤم في حق الرب العظيم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فكل من تحبه من أيضا وأيضا، هذه كلها أمور يبسطها ابن القيم للغرض الذي أشرت إليه، توسيع مساحة هذه المعاني في القلب حتى تنزاح عنه المعاني الفاسدة والتعلقات الباطلة ويصفو بحب ربه سبحانه وتعالى. نعم.